السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. بخصوص التوزيعات عندي هذه التشكيلة، طبعا عندنا المباخر الخشبية، اللون الخشبي واللون الوردي واللون السماوي، طبعا متوفرة بالدرزن وبالحبة. البيع راح يكون بالدرزن لكل نوع ب180 ريال. بخصوص مباخر الفخار، الوردة الوردية والوردة البيضاء، الدرزن لكل نوع ب220 ريال. أما المبخرة الخشبية الدائرية الخشبية، الدرزن 216 ريال. أما المسك فعندي النانو تولة مقدار 1.5 مليون، الدرزن أو الحبة البيع فيها بالحبة ب10 ريال. أي نوع من أنواع المسك، عندنا المسك الأبيض، المسك مسك البودر، مسك الرمان، مسك الختام، مسك الخوخ، مسك بلو، 6 أنواع من أنواع المسك. سعر النانو 10 ريال. بالنسبة للبوكس الجميل، طبعا حجمه صغير مرة، حجم بطاقة الصراف وأكبر شوي تقريبا. النانو تولة بالإمكان نعبيها مسك أو دهن عود. طبعا بعطيكم تسعيرة المسك، نحط فيها أي نوع من أنواع المسك مع كسرة عود من طبيعي محسن ب20 ريال. الكمية محدودة للبوكسات ب20 ريال. أما هذا الزعفران، هذا زعفران نقيل، العلبة على 20 ريال، العد اللي تبغى بإذن الله موجود ب20 ريال. يعني 20 20، الحبة هنا ب15، هنا ب18 و30 هللة، هنا ب18، هنا ب10. حياكم الله.